الفتنة وفي النوم وحياة أن تحجبوا نور الشمس. فمن لا يعرف عمر القاسم ونظمها هو الذي قاد أول إضراب للحركة الأسيرة. إلى من أفعال سلطتكم فيها مكاني فارغ أم أنكم ستقوموا بحل مشاكل الطلبة. طب الجماعات معاك يتخطوا بعد ذلك كده أخرى بطانة وباسمكم أنتم يا شعبة التغيير يا حملة مشروع التحرير من تعم البلاد وتلتقوا إلى نقاط التماس. على مقاومة الكيان الصهيوني لا أن يكون محايدا معزولا فلا أن كان النضال الحكيم جاي ومناهضة في محاربة بسياسة السلطة الفلسطينية على حساب التعليم والصحة والزراعة وانطلاقا من تعم الرجيم فتبنيتم الحل ابكارتين علقتوها على البيوتات 29 سنة مفاوضات صرح ناطق باسم فتح في غزة انه خلق فتح تم حدود 67 يا مناظرة مشكلتكم مع فتح ماشي اليس المناظر محمود يا ليتك عيرت اللي بما هو عارو من قبل باس العرب هو من احتمل 6 مرات يوميا الصلاة السادسة صلاة الجنازة. نعم أنتم بحكم الطلبة للإدارة مع سبق الأزوار والترصد. لا تتكلم عن الأجيال يا زميلي ومن هنا أوجه تحية إلى روح المطران السائر. وبالإسلام ليكون صوتكم لمن كان معكم لمن وقف